الادخار، كيف فينا أو شو هو مفهوم الادخار الذكي لحتى نقدر ندير الأزمات الطارئة التي تحدث في المنزل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا المحلل المالي الأستاذ محمد الصغير. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمد. حياكم الله وبياكم أخت هدى، وحيا الله المستمعي البرنامج. يسعد نهارك. يعني اليوم موضوع فعلا نحن اليوم يعني مش رح نحكي عن الادخار بمبالغ كبيرة ولكن هيدا الادخار اللي نوعا ما بحسسك بالأمان انه لا قدر الله صار شيء، صار معك شيء طارئ، صار في أزمة، صار في منك محتاج انك تروح تقترض او تروح تستنى حدا يدينك او تشوف اذا حدا معه يقدر يوقف معك ويساعدك. اليوم شو مفهوم الادخار الذكي لإدارة الأزمات الطارئة في البيت؟ طبعا الأحوال اللي عرفتنا أكثر على الادخار وجعلت الادخار توجه، ليس توجه أفراد بل توجه دولة، نعم، هي أزمة كورونا التي قلبت بعض الموازين علينا في عموم العالم يعني. طبعا. ولذلك فالادخار يلقى اهتمام كبير من الدولة، تحث الأفراد فيه على أنهم يتجنبوا الأزمات المالية، وزي ما قلت يتجنبوا أيضا اللجوء إلى مصادر قد تسبب يعني قد تحملهم الكثير من الأعباء إضافة إلى أعبائهم. ولذلك فأفضل ما أشوفه اليوم من الادخار هو الادخار البنكي، وله طرق عن طريق البنك، حيث أن الناس عندنا كثير ما المداومة على الادخار، يعني مثلا واحد يختصر يأخذ له كم مبلغ كذا كل شهر ويعرف كم حسابه، يعني يدخل في شغلة طويلة عريضة. إلا إن البنوك مشكورة والإعلام أيضا حث الناس على أن يتبعوا هذه الطرق في عملية فتح حساب ادخار، ومن خلاله الادخار نفسه فتح حساب استثمار في الادخار. هذه أفضل الأشياء، وهي بكل بساطة أن نخضع مشترياتنا ومصاريفنا بنسبة معينة، يعني للإدخار عدة طرق. نعم. فمثلا ممكن عن طريق تحديد مبلغ معين. نعم. يعني مثلا من الراتب أختصر بنسبة مثلا 2-3% 5% حسب، مجرد أن ينزل الراتب في الحساب يتحول هذا لحساب الإدخار، أو أن يكون بنسبة معينة من المشتريات أو المدفوعات. مثلا أحدد 5% من المدفوعات، كل ما أشتري بمئة ريال مثلا تروح 3 ريال أو 4 أو 5 ريال في حساب الإدخار. وأيضا هناك مجموعة من الطرق، أيضا تحويلات يومية مثلا تجعل كل يوم يحول لك يوميا، أو أن يكون تحديد سقف أعلى يومي. المهم في أصناف كثيرة من عمليات الإدخار تساعد الشخص على أن ينهج هذا النهج الجيد اللي يعود عليه إن شاء الله بالفائدة طبعا، ويفك من الأزمات اللي ممكن تحصل له، وأيضا يستثمر في هذا الأشياء، وقد يحصل بعد فترة ليست بالبعيدة على مبالغ ما كان يتصور أن تحصل إلا بهذه الطريقة. نعم. اليوم الأسرة العادية اللي معاشها عادي، في بعض الأحيان لما بنكون عم نتحدث نحن كأهل ومنحكي بقصة الادخار بيقول لك يلا نحن ماشيين حالنا، ما بيجي 20 الشهر 15 الشهر إلا ما معنا نكفي بقية الشهر. هودي الأسر اليوم لما بيفهموا أهمية الادخار وأهمية هذا الموضوع، شو الفائدة اللي بيرجع عليهم من وراها؟ أكيد، لأنه الاستقرار المالي للأسرة هو من يحافظ على الأسرة كاملة من جميع النواحي، أخلاقية، عادات، تقاليد، كل شيء. ما دام أهم عوامل قيام الأسرة سليمة هو أن يكون نظامها المالي نظام لا يعرضها لأي شيء، تكون مصادر دخلها موجودة، تكون نعم. مصادر المصاريف الغذائية والمعيشية والمكسة وكل شيء تكون جاهزة ولا يتعرض فيها لأي مساس. ولكن في ناس كثير ما عندهم استطاعة، يعني مثلا دخلوا في نفق اللاعودة، فنجد مثلا أسر تقترض على الراتب مثلا 2000 أو 3000 ريال. نعم. طيب من فين تسدده؟ فين تسدي؟ كيف
يدخل في عملية طي الفائدة. نعم. أيضا الخلل اللي حصل في الطبقات المجتمع من ناحية الطبقات المالية، يعني مثلا الطبقة الوسطى كانت في موضوع كويس لما جت كورونا، تأثرت هذه. نعم صحيح. أثرت على جميع السلاسل هذه كلها، وأصبح المجتمع كله يعاني بسبب الأزمات المالية اللي تتبع الأسر، وتأثرت كل الطبقات. يعني إذا أحجمت الطبقات الصغيرة عن الشراء يتأثر التاجر الكبير، ويتأثر حتى التجار المخمليين يعني اللي طبعاً لهم مبالغ طائلة. في ناس العملية حلقات متسلسلة. طبعا في ناس كتير فقدت أشغالها، في ناس كتير فقدت حتى البزنس اللي كانوا هني فاتحينه، وبعدهم لهلا حتى ما تعافوا أو ما لاقوا شغل أو ما رجعوا لحياتهم الطبيعية. صحيح. اليوم تما يكون الادخار هو عبء على شخص واحد داخل المنزل، واللي غالبا بيكون الأب، وفي بعض الأحيان بيكون الأم هي اللي بتنتبه لهالموضوع وبتقوم فيه. اليوم كيف فينا كمان نخلي أولادنا يساعدونا بهالموضوع، لأنه بتسهل العملية لما يكون كل البيت متكاتف لحتى يكون في نوع من الادخار للحماية في الأزمات الطارئة. لابد ولازم أنه يكون الادخار خاصة للأسر اللي دخلت في أمور غير جيدة، وأيضا ممكن أنها تحسن وتدخل في دائرة الراحة المالية. الراحة المالية يعني إيش؟ يعني أنه عندي مثلا أسافر 3-4 مرات في السنة، لماذا إذا كان عندي عدم اكتفاء براتبي مثلا الدخول في مديونيات أو في قروض، لماذا لا أغير الأربع سفريات مثلا بسفرية واحدة؟ نعم. أيضا المصاريف الخروج مثلا من البيت والأكل في المطاعم والحضور في الحفلات، لماذا لا إذن لازم المعالجة داخلية، لازم تكون معالجتي لنفسي داخلية على أساس أصل للراحة المالية. الراحة المالية بأقل معنى وتعريف هو أن تدخر من مصدرك، أو بمعنى آخر أن تكون إيراداتك أكثر من أقل من مصروفاتك. نعم نعم. اليوم لازم. اليوم الشخص بنصادف كتير أشخاص بحياتنا، ويمكن بكل عائلة في هيدا الشخص اللي مبذر مش قادر يضبط مصاريفه، اللي دايما رغم أنه واضح بالنسبة، يعني دايما بتكون الأمور واضحة أنه في نوع من التبذير. شو هي أهم الاستراتيجيات أو السلوكيات اللي ممكن نتبعها معه إن كنا أهل لابن موجود داخل البيت، أو إن كان حدا داخل البيت ممكن يقنن شوي أو يخفف أو يتعلم كيف ينتبه على إنفاقه؟ أول شيء يسويه أولا عليه أن يعمل بيان متزن، يعرف مصروفاته أين تذهب. قد يكون الأمر هذا صعب، لكنه بالتكرار يعرف أنه صرف مثلا ثلث الراتب أو نصف الراتب في أمور كان ممكن أنه يستغني عنها. بالتعود على عمل هذه الإحصائيات يجد نفسه أنه فعلا يتخلص من الأشياء التي لا دخل لها. ضروري على الشخص نفسه أنه ينتبه لهذه الأشياء وأن ينفذ هذه الطرق. أولا كتابة وتوثيق كل ما يقوم بإنفاقه في جدول بيانات. جدول البيانات يحتوي على معلومات كثيرة. نعم. ولذلك كون جدول وفق الآتي: أولا المبلغ الذي أنفقه. نعم. هذه بيانات البيان اللي يسويه على أساس إنفاقاته الشهرية. أولا معرفة المبلغ الذي ينفقه. نعم. ثانيا على ماذا أنفقه. ثالثا إجمالي الراتب قبل الإنفاق. رابعا إجمالي الراتب بعد الإنفاق. نعم. سيكتشف، مؤكد أنه سيكتشف أنه يصرف أشياء في أمور غير لازمة وكان ممكن يستغني عنها. نعم. شكرا. ولحل الأزمات. تفضل تفضل تابع. لحل الأزمات المالية للأسر اللي وصلت أنه الراتب لا يكفيهم، عليهم أولا عدة أشياء لازم يتخذوها عاجلا. أولا التقليل من الترفيه مثلا، يعني أو مثلا عنده عمالة منزلية مثلا. نعم. وأنت داخل في مشكلة عدم اكتفاء الراتب،
يجب أنك تخفف العمالة مثلا قدر المستطاع. أيضا لو كان البيت اللي تسكنه مثلا أو السكن ب50 ألف أو 70 ألف أو بمبلغ جامد وهو زايد عن حاجتك، يعني أنتم 4 أنفار لكم فيلا يعني كبيرة، ممكن أنك تستغني عنها في شقة. نعم. أيضا قربك من منطقة عملك، منطقة العمل، لماذا لا تكون جنب على أساس تصرف مسألة أو توفر مسألة البنزين والتنقلات الطويلة العريضة، نعم. وأشياء كثيرة ممكن الإنسان يبدأ بها وتؤدي إن شاء الله بإذن الله أنه يخفف مصروفاته ويعود مرة ثانية لدائرة الراحة المالية. لا بد لكل أسرة أن تكون عندها الراحة المالية، يعني مصروفاتي أقل من إيراداتي، إيراداتي تفوقها بألف أو 2000 أو 5 حسب الدخل، طبعا تتوفر شهريا على أساس أخرج من هذه الدائرة الصعبة اللي ما لها نهاية إلا أني أنغمس في قروض أو أنغمس في أخذ من الناس أو الأقارب، تدخل نفسك في متاهة. وقد يتساءل شخص لماذا فلان راتبه أقل مني يوفر، لو رجع للحقيقة لوجد أنه هذه الأسرة الثانية اللي راح عندها راحة مالية بكل يعني بكل وضوح هي توفر من دخلها على مدى شهور وسنوات حتى تصل لهذه على هذا المستوى من المعيشة. في حالة التعرض لا سمح الله لأمراض أو فصل من وظيفة أو حاجة زي كده يجد أن عنده رصيد يقدر يصرف عليه. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل المالي الأستاذ محمد الصغير، شكرا.